حزب تجمع أمل الجزائر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمقر الحزب، حيث أكدت رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطي أن مواقف الجزائر تجاه القضية واضحة ولن تتراجع عنها. التغطية لمحفوظ نحنا. والجزائر قد عبرت عن موقفها ولن تتراجع عنه، ولا زالت تبذل الجهد الكبير من أجل أن تجعل من فلسطين ودولة فلسطين بعضوية كاملة في هيئة الأمم المتحدة، وكل الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار. اليوم نريد أن نتصرف بعدل، نريد للعالم أن يكون عادلا فيما يخص ما يعانيه الأطفال. إذن نحن أمام مسؤولية تاريخية، وربما التاريخ سيكتب، لأنه لن يمحى ما حصل. هي وصمة عار كبيرة جدا في تاريخ الإنسانية المعاصر. من جانبه أشاد محمد حمامي ممثل الحركة الشعبية الفلسطينية خلال الوقفة التضامنية بمواقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ودعمه لحق الشعب الفلسطيني. عندما نتحدث ونذكر الجزائر لابد أن نتوجه بالتحية والتقدير والعرفان والامتنان باسم كل فلسطيني في الداخل وفي الخارج وخاصة في قطاع غزة إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون، هذا الزعيم الشجاع الذي يحق للشعب الجزائري أن يعتز وأن يفتخر. ونقول لكم ارفعوا رؤوسكم عاليا لأنكم جزائريون، ارفعوا رؤوسكم عاليا لأن على رأس السلطة سيد اسمه عبد المجيد تبون عبر بكل شجاعة وبكل وضوح عن وقوفه وعن دعمه وعن إسناده للشعب الفلسطيني في الوقت الذي كان هناك أبواق عربية تتواطأ وتتآمر مع الاحتلال الصهيوني وتبرر له جرائمه. إبان اليوم المجيد والخالد والبطولي الذي صنعوه أبطال المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.